اقسم بالله لا انا ولي كنفكر في الانتحار قسم بالله. لا حرك مشيت للطاليان 8 سنين وانا حارك بلا اوراق لا والو على قبل باش نجي ندير هاد المشاريع. الوليدات خرجنا من المدرسه نبقى لي يقراو لا والو. انا تشوف يعني من 2017 دابا من 2017 وما حابسين لي الفلوكه ديالي على رخصه الصيد باش يعطوها ليا. دابا هنا كانت عندي كنا في المحكمه وداك الشيء. المهم حنا كما تنقولوا مع المندوب اللي مات الله يرحمه وقع شي نقاش بيننا غير سوء تفاهم، ولكن ما كاينش شي حاجه اللي هي شي حاجه اللي هي صعيبه ولا. قلت انا كانوا معايا فليك اخرين، قلت انا لك حتى انا نهرس ونسول الوضعيه ديالي ماشي ما عنديش مشكل انا. ولكن ملي جيت هنا الاداره قال لك اودي راه اذا الشغل ديالك راه في الوزاره. مشيت للوزاره قال لك اودي حنا غادي نصوفطوا داك الشيء نقادوا ونصيفطوا لكم هنا الجديده هنا. وعاود ملي جينا هنا عاود ثاني قال لي ملي كنجيو دابا راه من 2017 وحنا حابسين. وانت كتعرف المصدر المعيشه ديالنا هو انا مشيت حرقت قسما بالله. لا حرقت مشيت للطاليان 8 سنين وانا حارق بلا اوراق لا والو على قبل باش نجي ندير هاد المشاريع. انا كانت عندي فلوكه من قبل فلوكه صغيره هادي ديال الميداش، ولكن فاش مشيت حرقت وجيت بزز باش درت هاد الفليكه هادي وقاديتها وصوبتها كانت عندي فلوكه فيها سميتو. وانا زدت كما الناس زادوا سميتو زدت فيها ثاني شي شويه. والمهم انا ما نطيحو نكذبو نقول رحنا هادي ولا. المهم فاش درنا يعني وقعت لي شي مشكله مع المندوب الله يرحمه اللي مات وقعت لي هي هذاك. دابا ملي مشى هو حنا دابا خصنا بغينا نحيدوا هذا الشيء هاك حنا في المحاكم وهذا. مشينا باش نقادوا لينا حنا تنطلبوهم وترغبوهم باش يعاونونا ويقادونا شي. لان هاد الفلوكه ما عايش فيها غير انا بوحدي، انا كاين فيها خدامين فيها 8 تاع الناس والما جوج هي 10 تاع الناس كيخدموا فيها. انا ماشي خدام فيها غير بوحدي. انا الا كانت ماشي قانونيه حيدوها، الا كانت قانونيه عطيوني انا نترزق الله على وليداتي. راني ما عديش منين غادي نجي واش من 2017 وانا واقف لا خدمه لا والو. منين غادي هذا الشيء باش نعيشوا؟ ما كتعرفوا دابا الجفاف ولا الشيء اللي واقع الغلاء وهذا الشيء اللي واقع باش داير. المهم الا كانت حنا تنطلبوا من الوزاره وسيدنا الله ينصره الله ينصر سيدنا اول مره بعد الله ينصر سيدنا ونطلبوا من الوزاره يعاونونا ويشوفوا من حالنا. وحنا راه ماشي هذا السيد مسكين حتى هو اللي دار هو اوراق قبل مني هو حتى هو حابسينه حتى نشوفوا في الليك غير تيهبطوا ما عرفش داك الشيء. ما غاديش نقولوا لا هذاك علاش طول هذا. حنا غير حنا تنطلبوا يسولنا الوضعيه ديالنا وصافي هذا الشيء تنطلبوا. شوف الاداره حنا تنجيو الاداره تنقولوا الاداره ما عليهاش اداره ما عليها حتى شي حاجه. تنقول الاداره ربما تيدو القانون ديال الوزاره اللي خصها كاد هذا الشيء هذا. الاداره اللي كتبلغ ليهم تمايا، ولكن الاداره اللي كان جا داك الشيء عن العلم اللي حنا ما تنقدروش نقولوا لك هذاك الشيء كله كان داك الشيء اكثر من داك الجهد ديالهم هما من الله اعلم. الرساله ديالنا حنا الرساله ديالي تنطلبوا من سيدنا ومن الوزاره ومن هاد الناس المهم يشوفوا من حالنا. راه حنا ما بقيناش هاد السيد خيط فمه. هذا السيد خيط فمه ودار اقسم بالله لا انا ولي كنفكر في الانتحار. تنقول لك صراحه لان واش من 2017 الوليدات خرجنا من المدرسه نبقاو لي يقراو لا والو. انا تشوف يعني من 2017 اش غادي دير؟ اش غادي يلاه قول انا تنطلبوا من الناس ومن الوزراء ومن سيدنا الله ينصره الله يعطيه صحيحته يشوف من حالنا غير يعاونونا. حنا ما خاصنا حتى ما طلبناش منهم يعطيونا شي حاجه الدعم ولا يعطيونا حنا نكونوا حنا قانونيين حنا كما هاد الناس ونترزقوا الله حنا هادشي تنطلبوا. وشكرا. شكرا.